الملك الحالي الذي يرسل خطابا معي صورة منه وصلت لي في الانترنت، يرسل وزير الخارجية في شهر 5/12 قبل الانتخابات، يوصي وزير الخارجية سعود الفيصل، يوصي السفير السعودي في مصر بأنه لا يؤيد انتخاب الإخوان المسلمين أو الإسلاميين خاصة محمد مرسي. أنا أقول لكم الكلام ده كرجل علمي. أنا فهمت الآن ليه إخواننا في سوريا متأخرين في القضاء على بشار، لأنه اتضح لدول العالم التي سارعت بضرب القذافي علمت أن البديل لبشار هم الإسلاميون. فوقفت السعودية إلى اليوم نفس الموقف السلبي، ولذلك أحملهم ليس فقط سقوط دولة الشرعية المنتخبة في مصر فقط، وإنما أحملهم مسؤولية دماء المسلمين في سوريا، أحملها للملك عبد الله ابن عبد العزيز. أيها الإخوة، تسمحوا لي أن أتحدثكم وأتكلم باسم مجلس أمناء الثورة، فلقد شرفني الثوار في ميدان التحرير باختيار عضوا لمجلس أمناء الثورة، وستحدث بهذه الصفة دون غيرها من علم أو أي أيديولوجية أخرى. أنني أتوجه، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أتوجه لدول العالم ألا تعترف دولة بالنظام غير الشرعي في مصر، وأي دولة أي دولة في العالم ستعترف بالنظام غير الشرعي في مصر سيكون لنا منها موقفا آخر. نحن الحكومة الشرعية، نحن الشرعية في مصر، نحن الإرادة الشعبية. أيضا أتوجه للدول المانحة التي منحت الانقلاب وأيدته ومنحته الأموال، والله باسمكم جميعا لا نعترف بهذه الأموال ولن نردها إطلاقا. في عهد المخلوع كانت تذهب إلى الجيوب، لا نريد أموالا منهم، سينتزع هذه الأموال شعوبهم. إنني أتوجه للشعب السعودي أن ينهض ليسترد أمواله من خونة الإسلام في العالم. الآن على رؤوس الإمارات وعلى رأس الكويت وعلى رأس السعودية العربية. وفقنا الله دائما لما فيه الخير، واعلموا أن وقفتنا هذه واستمرارنا هو سبيل النجاح. والله لا أقول لكم كما قال الشهيد أبي عبد القادر عودة للمظاهرات في مارس في فبراير 28/54 عندما خدعوه وقالوا له اصرف المظاهرات وسوف يعود الجيش إلى السكنات وتعود الحياة الديمقراطية، فصدق كلامهم. ثم انقلبوا عليه بالليل فاعتقلوه هو وكافة الإخوان، ثم تربصوا به لإعدامه. والله لا أقول لكم ارحلوا أبدا، بل أتوجه لشعب مصر أن يخرج يوم الجمعة العاشر من رمضان لأن شوارع مصر لابد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله. شكرا للدكتور خالد عبد القادر عوضة عضو مجلس أمناء الثورة المصرية.